الكرة مجددا مع مو صلاح. مو صلاح، هل هذا R2 أم لوب يا جماعة؟ مدافع عالمي، لاحظوا تسبيق الكرة والتمرير، إبراهيم دياز يا دياز، مستحيل. لاحظوا تسبيق الكرة، لاحظوا تسبيق الكرة، ميزة مهمة. ازيكم يا جماعة، غاب عليكم السيد سيد، ولكن رجع لكم بفيديو رهيب حول لعبة EA FC موبايل، البيتا الخاصة بفيفا موبايل يا أصدقاء. فهذه اللعبة سوف نقوم بتجربة الهيد تو هيد ونقوم بتجربة الهجوم، الشيء وهي مثل لعبة الفيفا موبايل. الآن بعد أن حصلنا على هذه الكيلة الجميلة بأوفر 81 سنقوم بتجربة ضد هذا الخصم، غالبا هذا الخصم سوف يكون بوت لأنني لازلت في بداية اللعبة. نيمار، نيمار والحارس إدرسون يتصدى، مستحيل يا إدرسون. كما تلاحظون فمن خلال البداية أول ملاحظة وهي بطء اللعب، كما تلاحظون الحركة بطيئة نوعا ما في اللعب، كذلك هذه الأيقونات كما تلاحظون، هذه الرموز التعبيرية فهي رهيبة رهيبة جدا يا جماعة، والله ستكون اللعبة متعة متعة بشكل لا يصدق يا أصدقاء. كما تلاحظون هذه هي الكاميرات، لدينا الكاميرا، سوف نقوم بتجربة هذه الكاميرا ثم بعد ذلك سنقوم بتجربة كاميرا أخرى. إبراهيم والآر2، مستحيل يا إبراهيم، إبراهيم دياز والهدف الثاني يا جماعة، يا رب على لعبة، ستكون لعبة أسطورية أسطورية يا شباب. لاحظوا لاحظوا طريقة اللعب وطريقة تحرك اللاعبين وطريقة تسديد الآر2، أهم شيء هو طريقة تحرك شبكة المرمى يا أصدقاء. الكرة مع البوت، الكرة مع تاديتش، تاديتش، ما هذا الدفاع، ما هذا الدفاع، الدفاع، والحكم يصفر على ضربة خطأ يا جماعة. سنلاحظ كيف تسديد هذه ضربة الخطأ، نفس الشيء نفس الشيء يا جماعة مثل اللعبة القديمة. الكرة معي، الكرة معي، هي مرتدة مرتدة، نعملها على البوت. كما تلاحظون بطء بطء في اللعب، كما تلاحظون سوف نعمل الوانتو، لاحظوا لاحظوا تحرك بوجبا في الوانتو بطيء جدا، نعمل R2 من هنا، R2، لاحظوا كيف تظهر بطاقة اللاعب الذي سجل الهدف في أعلى اليسار في الأعلى كما تلاحظون، وهذه الرقصة لاحظوا الجمهور كيف يظهر. والله هذه اللعبة يلزمها الكثير من التعديلات، فهذه فقط النسخة التجريبية، النسخة البيتا، ما علينا سوى انتظار النسخة الرسمية سوف تكون رهيبة رهيبة، فما علينا سوى انتظار النسخة الرسمية سوف تكون أفضل من هذه بكثير لأن هذه تجريبية. لاحظوا إبراهيم، إبراهيم التمريرة الطويلة لنيمار، نيمار والآر2 بعيدة بعيدة. كذلك هذه ملاحظة أساسية وهي أن الآر2 لا تكون في المرمى مؤطرة بل تكون غالبا خارج المرمى، وهذه نقطة مهمة تحسب للفيفا، فلا ينبغي لك أن تسدد أي R2 وتصوب نحو المرمى، فينبغي على الR2 أن تكون خارج المرمى أو أن تضيع لكي تكون اللعبة واقعية نوعا ما. كما تلاحظون في هذه المهارة كذلك مهارة جديدة إضافة للعبة، لعبة FC موبايل. كما تلاحظون هذه المهارة كنا محتاجين لها في لعبة الفيفا موبايل، وهي مهارة تسبيق الكرة، يعني عندما يركض اللاعب فما عليك سوى إنزالها للأسفل وسوف تجد أنه قد سبق الكرة أمامه بشكل كبير، سوف نقوم بإعادتها لما نحصل على الكرة. الآن الكرة مع البوت يمررها، هي هي بوجبا، اقطع الكرة، قطعها بوجبا، ويا حكم يا حكم والله حرام عليك. نهاية الصوت الأول ولاحظوا وجوه اللاعبين، فهذه اللعبة يعني واقعية بشكل غير معقول من حيث ملامح اللاعبين وكذلك الملابس وكذلك المرمى، كما تلاحظون شبكة المرمى في حرك، فهذه اللعبة رهيبة رهيبة يا جماعة. لاحظوا هنا سوف نقوم بتسبيق الكرة، الكرة مع دياز، الكرة مع مو صلاح، R2 R2، لاحظتم كيف سدد الأرض مو صلاح، والله شيء رهيب يا جماعة. كما تلاحظون الكرة مجددا مع نيمار، نيمار، R2 من هنا، R2 يتصدى الدفاع، مستحيل. لاحظتم كيف تحرك شبكة المرمى، والله شيء رهيب يا جماعة. لاحظوا ملامح اللاعب وكذلك شعره وكذلك ملابسه، لا 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 والله هذه اللعبة سوف تكون رهيبة رهيبة يا أصدقاء. كلنا ننتظر إسبور من أجل إنزال اللعبة الرسمية. لاحظوا تسبيق الكرة، لاحظوا تسبيق الكرة، كما تلاحظون الآن مو صلاح، لاحظوا الكاميرا كيف قربت من اللاعب، والله شيء كبير، شيء عظيم هذه اللعبة يا جماعة، مستحيل مستحيل. نشاهد طريقة عمل الركنية يا جماعة، فودان والركنية، مستحيل يا إدرسون، تصدي عالمي عالمي. كما تلاحظون ارتماء الحراس كذلك جيدة يا شباب. أهم شيء لاحظته في اللعبة منذ بداية هذه المباراة، أول شيء هو بطء اللاعبين وهذه نقطة مهمة، كذلك تحس أن الكرة نوعا ما يعني ثقيلة ثقيلة، بالتالي لا يستطيع حتى اللاعب تمريرها أو تسديدها. لاحظوا هنا سوف نقوم بتسبيق الكرة، لاحظوا تسبيق الكرة يا جماعة، والله يعني كنا محتاجين لهذه المهارة في لعبة الفيفا موبايل، فهذه نقطة تحسب كذلك لشركة الإي سبور كما قلت لك. فالذي لاحظته هو أنه يعني الكرة ولو أنها ثقيلة كما تلاحظون، فتسديد اللاعبين كما لو أنهم يسددون كرة ثقيلة ثقيلة ولا يستطيعون يعني تسديدها كما تلاحظون. الآن الكرة مجددا، هيا نرغب في هدف عالمي نختم به يا جماعة، هدف عالمي، هدف عالمي. لاحظوا تسبيق الكرة والتمرير، إبراهيم دياز يا دياز، مستحيل مستحيل يا دياز.
ممتاز، الكرة تذهب تضرب في العارضة وتدخل للمرمى، لاحظ التسديد، بوم، عالمي عالمي يا إبراهيم. الآن يا شباب، لذلك يا جماعة لا تنسوا الاشتراك القناة وتفعيل زر الجرس، كذلك لا تنسوا يعني الإعجاب بالفيديو. لاحظوا تسبيق الكرة، لاحظوا تسبيق الكرة، ميزة مهمة سوف نستفيد من خلالها بشكل كبير كبير يا جماعة. لذلك لا تنسوا اللايك ثم اللايك يا جماعة من أجل تقديم المحتوى الخاص باللعبة الجديدة وهي EAFC موبايل يا جماعة، ولا تنسوا كذلك تعليق محفز من أجل الاستمرار، واكتبوا لي أي شيء ترغبونه في الفيديو القادم سوف أعمل عليه ريفيو يا جماعة. ونهاية المباراة الآن سوف نقوم بتجربة البطاقة المولة. لاحظوا أوجه اللاعبين، والله يعني تبقى الأصل كما لو أنك تلعب في لعبة واقعية يا جماعة. طريقة تسديده من الكرة وكذلك طريقة ارتماء الحارس. لاحظوا التسديد، أصبح التسديد بطيء يا جماعة. التسديد كما تلاحظون، الكرة مع مو صلاح، نرغب في أرتو يا مو صلاح، أرتو، لا، والله أصبحت الأرتو جيدة جدا يا شباب في اللعبة. الكرة مع نيمار جونيور، كما لو أن الكرة مليئة بالحجر يا جماعة، والله الكرة ثقيلة. لاحظوا التسديد وإيدرسون يا عالمي. الكرة مع نيمار، ماذا تفعل يا نيمار؟ قطع المدافع، تحيل صلاح مجددا، والأرتو، هذه ليست أرتو، هذه تسديدة يا جماعة. والله يعني أصبحت اللعبة جيدة جدا وأنا متحمس وقت إنزالها في السيرفر الخاص بنا. لاحظوا القائم والتصدي من العملاق كما تلاحظون، فأعتقد أنه قد تم التعديل كذلك على الحراس، أصبحوا يصدون كذلك الكثير من الكرات، لذلك فأنا متشوق جدا من أجل تجربة هذه اللعبة في السيرفر الخاص بنا، لأن طريقة تحميل خاصة بها فهي فقط في السيرفر التايواني وكذلك السيرفر في كندا. ما عليك سوى عمل VPN وتغيير وحذف البيانات الخاصة ببلاي ستور، ثم بعد ذلك تدخل للبلاي ستور وتقوم بالبحث عليها وسوف تجدها في سيرفر كندا وتقوم بتجربتها يا جماعة. كما قلت لكم فأنا متحمس جدا، وأنا يعني لا أعتقد أنه تبقى فقط شهر أو شهر وعشرة أيام من أجل نزولها معنا يا شباب، وهي آخر ما تبقى لنا في الفيفا موبايل من أجل يعني البدء في هذه اللعبة. أرتو خرافية يا جماعة. والآن سوف نتوجه لنمط المدير الفني، فلا أعتقد أن هنالك تغييرات، لذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. لصلكم دائما جديد القناة، وشكرا لكم على المشاهدة.